الباسورد ريكفري، حطيت باسورد على الراوتر ونسيتها تمام ومش عارف اعمل ايه. فالراوتر بتاعي اهو كان شغال زي الفل ومتوصل بيه سويتش، والسويتش ده عليه اجهزه اهو، طخ طخ طخ. يلا يا معلم وصل، وصل يا معلم اهو اهو. ومصطفى تعب فيه قوي الراوتر ده، عمل ايه؟ عمله دي اتش بي سيرفر وحط له باسورد اهو. فجه مصطفى عمل دي اتش بي سيرفر، قال له نو انيبل كونفيجر تيرمينال هوست نيم اسميه كايرو، راح مصطفى يبرمج فيها اهو وقال له اي بي دي اتش سي بي بول اسميها نتورك 1. عمال الراجل يكتب الدنيا بتاعته اهي 168.1.0، فاكرين لما كنا بنعمل الكلام ده؟ و 355.0 وديفولت راوتر 192.168.1.1 ودي ان اس سيرفر 4 8. حلو الكلام. والراجل كمان مصطفى قام عامل ايه؟ قام عامل عليه باسورد، قال له كونفيجر تيرمينال انيبل سيكريت سيسن اي 1 2 3 اكزيت، وقام عامل على الكونسول باسورد كونفيجر تيرمينال لاين كونسول 0 باسورد كون 1 2 3 ولوجن، وقام مديني حته رايت مسايق كل الكلام ده ايه خلاص، وقام قافل الراوتر. فبدات الاجهزه عندنا احنا ما ادناش اي بي للبورت صح؟ ام مصطفى داخل كمان اهو كونفيجر تيرمينال انترفيس فاست 0/0 اي بي ادرس 192.168.1.1.355.0 ونو شوت داون اهو، وقام عامل ايه؟ رايت. حلو، الدنيا اشتغلت زي الفل والجهاز الاولاني خد اي بي اهو، والجهاز التاني خد اي بي اهو، حاجة قلقة خالص يعني اهو. والجهاز التالت خد ايه؟ اي بي اهو، وروقت نفسي على الاخر اهو. جي مصطفى ساب الشركة ومشي، ربنا كرمه جاله عقد ساب الشركة ومشي. فجت ولاء تخش على الراوتر بقى، تفتح الشاب بتاعت الراوتر اهو، تيجي تخش مفيش، يتصلوا بمصطفى راجل فك بقى اهو اهو مفيش. يا عم باسل الحل ايه؟ نعمل باسورد ريكفري. لازم الباسورد ريكفري يكون بكابل الكونسول، يعني انت رحت لحد المكان فتحت الكابينه بتاعت الراوتر او السويتش هتعمل باسورد ريكفري. هديكم النهارده الباسورد ريكفري بتاع الراوتر، وبعدين اقول لكم الطريقه بتاعت السويتش المره الجايه ان شاء الله تمام. ازاي بعمل باسورد ريكفري؟ لو انت فاكر يا بسوم ان مصطفى بيعمل الكونفيجريشن او الراوتر عموما بينحط عليه الكونفيجريشن، قلنا ان انت اول حاجه بتدي الراوتر باور صح، فبيروح يحمل حاجه اسمها البوست، يتشيك على كل المكونات بتاعه الجهاز. البوست ده كان بيحملها منين؟ من الروم. وبعدين يروح يحمل ملف اسمه البوت ستراب اللي فيه ايه؟ اللي بيروح يدور على الاي او اس، وبعدين يروح يحمل الاي او اس. البوت ستراب ده موجود فين؟ في الروم. الاي او اس ده موجود فين؟ في الفلاش صح كده. وبعدين يروح يحمل الستارت اب كونفيج، ده اللي فيه البلاوي بقى، ده اللي فيه دي اتش بي سيرفر، ده اللي فيه الباسوردات صح كده، ده اللي فيه اسم الراوتر اللي هو كايرو، ده اللي فيه كل حاجه. ان انت اول ما تيجي تفتح الراوتر يقول لك يا حبيبي حط الباسورد فين؟ في الحته دي. طب البتاع ده موجود فين؟ في الان في ران، مش تقدر تعدي غير لما يكون معاك الباسورد. احنا عايزين بقى طريقه الراوتر يفتح من غير ما يعدي على مين؟ يعمل باي باس الان في ران ويخش على السي ال اي على طول.
على الكوماندات على طول. ازاي هنباي باص ال ان في رام؟ قال لك نغير في حاجه اسمها الكونفيجريشن ريجستر. كونفيجريشن ريجستر. ايه الكونفيجريشن ريجستر ده؟ انت عارف يا عم انت وهو لما بتخش والجهاز بيفتح على دل كده وتقعد تقول له حمل من السيدروم او حمل من اليو اس بي بتغير في البويس يعني. بالظبط هو ده نفس الوضع. انت تديله ايه؟ تقول له ايه؟ افتح من على الادرس 0x2142. الادرس ده معناه ان هو ما يعديش على ان في رام. لو قلت له عد على 0x2102 ده النورمال بتاعه. يبقى ده ايه؟ النورمال. ما انا اقول لك هو بقى ما تركز معايا كده روق كده اخد حاجه كويسه. انا بقى هخليك دلوقتي تخش تغير الريجستر. هنعمل حاجه زي دل كده واحنا بنخش على الويندوز. طب ما يا عم انت لما تيجي تفتح الويندوز بيقول لك اكتب الباسورد. وهو بيفتح تقعد تديله دل 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 لحد ما يخش على السيت اب مود. انا هقول لك حاجه دلوقتي تدخلك على حاجه اسمها ميني اي او اس. اي او اس صغير كده موجود فين؟ في الروم. اللي عن طريقه هنغير الكونفيجريشن ريجستر من 0x2102 لمين؟ 0x2142. كده مش هيعدى على مين؟ على ال ان في رام. هنخش من غير باسورد كان الراوتر لسه جديد. تمام؟ بس روق بقى عليا ما تبقاش غشيم كده. روق عليا ايه اللي هيتم؟ يعني الراوتر بتاعنا ده اهو هنديله باور؟ اديله باور يلا. والراوتر اهو بديله باور بطفيه وبشغله وهو بينور بعمل كنترول مع بريك. فين البريك يا عم عندنا؟ والله ما اعرف البريك فين عندنا. كنترول تاني كده اهو تاني. شغل يا باشا كنترول مع بريك او كنترول مع سي. لو ما جاش ما عندكش حرف بريك يبقى كنترول مع سي عندك من الكيبورد. انا ما عنديش بريك في الكيبورد بتاعتي. ايه؟ في القديمه او في الكيبورد اللي هي الفول. انما انا ما عنديش فول فعملت كنترول مع سي. راح مدخلك على ايه؟ على الروم مونيتور. يبقى اول حاجه عندنا يا معلم بنعملها علشان نعمل باسورد ريكفري. اول حاجه بنعملها اهو عشان نعمل باسورد ريكفري بعمل كنترول. الاول بعمل ريستارت للراوتر وهو بيشتغل بعمل كنترول مع مين؟ مع بريك. او كنترول مع مين؟ ريستارت. ريستارت ايده واطفيه. ما في حاجه اسمها ريست هنا. ريست ده في الراوتر بتاع النت. تمام. اول ما اعمل كنترول مع بريك يا بسوم يقوم يدخلني على حاجه اسمها الروم مونيتور اللي هو مين؟ الميني اي او اس. اغير الريجستر بتاعه كوماند اسمه كونفيج. كونفيجر ريجستر 0x2142 وادي له ريستارت اهو. ريستارت اعمله ريستارت ازاي؟ بكوماند اسمه ريسيت. بس اهو وانا هو واقف على الروم مونيتور يا معلم اديني يا معلم كونفيجر ريج 0x2142. عايز انور الراوتر بايده ممكن تروح تشد الكهرباء وتشغله او تديله ريسيت اهو. يبدا الراوتر يشتغل كده هيبدا ابيض من جديد ولا كان فيه ان في رام. طب هتعمل ايه؟ ولا اي بروتوكول عليه. ما ده كارثه. شايفين بدا ايه؟ كونتينيو ويسك كانه لسه جديد. اديله نو. فين اللي اسمه كايرو؟ مع انه كان اسمه كايرو. مفيش بقى. ما ده كارثه. ما دي كارثه كبيره. طب ما كده انا هطير كل الكونفيجريشن اللي عليه. طب الراجل مشغل اوس بي اف ومشغل دي اتش سي بي ومشغل باسورد. انا بس عايز اغير الباسورد. خليك ناصح. تقوم تعمل ايه يا معلم؟ تعمل انيبل. انت عديت الحته بتاع الباسورد خلاص كده. تقول له كوبي هات اللي موجود في الان في رام حطه في الرامه. بص اللي هيحصل. كان اسمه راوتر والله يا بص هيبقى اسمه ايه؟ انت متاكد؟ بقى اسمه ايه؟ يعني جالب الكونفيجريشن بتاعته وباسورداته ببابا غنوجه بكل حاجه. تاني
مش يا باشا عندك كل البلاوي بتاعتك متخزنه في الستارت اب، انا بقول له هات لي نسخه منها حطها فين؟ في الرام. انا خلاص عديت الباسورد مش محتاج منه حاجه. مش هيرجع في كلامه. كوبل العكس، بدل تخزين لا، ده انا بجيب من اللي متخزن احط في الرامة عشان يتحمل كل مين؟ كل الكونفيجريشن القديمه اللي هو كان عاملها، ما اقعدش اكتبها من اول وجديد. اه بس هو الارد كان عامل انيبل سيكريت، ولو كان عامل انيبل باسورد عملت شو راننج جاب لي الباسوردات، بس الارد كان عامل انيبل سيكريت هغيرها له خلاص خلص صح كده. يبقى اهو تاني خطوه يا شباب، تاني خطوه، خامس خطوه، خامس خطوه هخش على الانيبل. الراوتر بقى فتح عندي، وبعدين اعمل ايه من الانيبل؟ كوبي مسافه من الستارت اب لمين؟ للرانينج كونفيج. بعمل ديلي بسوم علشان ما اقعدش اكتب الكوماندات اللي هو كتبها من اول اوف بيف وما اعرفش ايه والباسورد ده، هو انا عديت الباسورد فهجيب نسخه من الحاجات القديمه والايبات والدي اتش سي بي واحطها فين؟ في الرام، واغير الحته بتاعت الباسورد بس اهو. وبعد كده رقم سبعه تشينج الباسورد بقى. انت عايز تغير انهي باسورد يا معلم؟ انا عايز اغير باسوردين، باسورد الكونسول وباسورد النيم. ومال نغيرهم؟ هيجي هو يعمل نفس الاستراتيجيه يا عم، هو يجي هو هرب خلاص، هو خلاص اهو. كونفيجر تيرمينال اهو، كونفيجر تيرمينال. نعم جدا، بس خد بالك يابا احنا قلنا ايه؟ وصلت الحاجه فيزيكال سكيورتي بتاعتك بعد ما البتاع وقعت تحت ايدي، ما تقوليش انا حطيت له باسورد. شكرا، قفل انت بقى، مش مقفله بكابلات مع نفسك يابا. تمام كده اهو، لاين كونسول زيرو، باسورد هسميها اي حاجه اهو، تالنت 123 لوجن. انا كده غيرت الباسورد بتاع مين؟ بتاع الكونسول. اخش اغير الباسورد بتاع الانيبل، انيبل سيكريت. اوعى تخلص تعمل اكزت مرتين، اصل عملت اكزت مره يقول لك هات لي الباسورد القديمه يا معلم، صح كده؟ فاوعى تغلط. تمام، ده انت فين؟ انت هنا، ما تطلعش بره. انيبل سيكريت هسميها سيس ان بي 1 2 3. طبعا تبدأ من اول وجديد، صح يا معلم؟ اهو يبقى تالت سبع خطوه اغير الباسورد. بقى انا غيرت الباسورد، الرامات دلوقتي بقى فيها ايه؟ القديمه زائد الباسوردات مين؟ الجديده. اخزنها فين بقى؟ في ان في رام، صح؟ اهو اقوم جاي داخل اعمل ايه؟ خلاص انا خلصت اللي انا عايزه بقى، صح يا بسوم؟ اعمل ايه؟ اعمل اكزت واقول له ايه؟ كوبي من الرننج لمين؟ خلاص يا عم بقى، كل الحاجات بتاعت مصطفى ايه؟ موجوده بلس الباسورد مين؟ الجديده بتاعتي. تمام؟ اهو يبقى احنا هنا بعد ما بنخلص تغيير الباسوردات بتاعتنا بنعمل ايه يا جماعه؟ بنخزن بقى اهو، كوبي العكس بتاع دي من الرننج، خد بقى الحاجات اللي في الرامه اللي انا عملتها دي وعدل بيها مين؟ انت عارف يا غشيم لو انت ما كنتش عملت الحته دي فانت جاي ابيض، الرامة بتاعتك بيضة، هتخش تغير الباسورد بس تخزن كل اللي راح، كل القديم راح. فاهم كده؟ نقعد بقى ايه نغني جنبه الاو اس بي اف والباسوردات والدي اتش سي بي، بجربها في البيت كلها طلع طارت، ما عادش غير مين؟ غير الباسورد. صح حضرتك، انتوا عارفين ليه بعمل لود من الان في رام؟ عشان اجيب الحاجات القديمه بتاعتي. الراوتر ولا جاي اي حاجه، ابيض. حلو، طيب انت لو عملت ريستارت كده هيفتح لك الراوتر برضو من غير الان في رام، لازم تخش جوه الكونفيجريشن ريجستر ترجعه للاصل بتاعه، صح ولا لا؟ صح اهو. يعني انا دلوقتي لو عملت له ريستارت دلوقتي وسبته يشتغل هيفتح من غير الان في رام يا اخوي. طب ريستارت بنعملها ازاي؟ لو انت واقف هنا بتعمل ريلود، لو انت واقف جوه ريجستر بتعمل ريسيت اهو. يعني لو كده وسبته والله هيفتح من غير ان في رام اهو. لو فتح بالان في رام وقال لك هات الباسورد نروح اهو يا عم، فتح من غير ان في رام اهو، صح كده؟ امال اعمل ايه؟ اعدله بقى،
قدروا رجعوا الاصل انيبل ويعمل ريلود اهو، وهو بيعمل ريلود يا معلم كنترول بريك او اي حاجه، وبعدين اقول له كونفريج ارجع لاصلك يا معلم 210 كام 2 حلو، ارجع لاساسك بقى تاني ريسيت بقى خلاص شكرا يلا مع السلامه مصطفى صح كده. هو هيبدا بقى يخش ايه كايرو ويقول لك اديني الباسورد يا معلم، هتقول له تلن هي للاسف الراوتر بتاع اللي بتعمل سيت من بره انيبل. لا راجل اصل مين يا راجل هنا سي سي ان بي 1 2 3 شايفين كل حاجه مظبطه كده. انا خلصت الباسورد حلو الباسورد كفري طيب قول بقى ما ينفعش دي تلنت ما فيش تعملها وانت قاعد في بيتك بكابل الكونسول متعلق في الراوتر. حلو الكلام. طيب نقفل الفيديو ده.